وللحديث أكثر عن تهديدات الميليشيات بعد الجلسة الأولى للبرلمان وما وقع فيها من خلافات تدخلت فيها طهران لحلها بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من ستوكهولم الكاتب السياسي السيد عبد الكريم البياتي. سيد عبد الكريم، مرحبا بك معنا. حياك الله وبياك، أهلا وبيك وكل مشاهدي قناة الرافدية الكرام. كما تابعت معنا في الأيام الماضية أو يوم أمس وقبل أمس، ودار صراع في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من ناحية أخرى. إلى أي مدى ترى أن خلافات الجلسة الأولى أظهرت أن اجتماعات التقريب بين التيارات التي تمت قبل إعلان النتائج كانت يعني إعلامية أكثر من أنها تنهي جوهر الخلاف؟ أخي العزيز، أصبح واضحا لا يخفى على المواطن العراقي البسيط تكالب ساسة الأحزاب الدينية وحتى اللادينية، منها على المناصب والكراسي والامتيازات الملحقة بها، وهذا ما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية بإنشائها لتلك العملية السياسية الفاشلة والمجترة منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، والتي تعيد لنا نفس الأشكال والوجوه والنمط من منصب رئيس الجمهورية وحتى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والأدنى منه. فعندما يصبح الخلاف على المصالح يظهر هذا الانقسام بشكل واضح، وتظهر نتيجة هذه الاجتماعات ما هي إلا زوبعة إعلامية لتبين أن الأحزاب متفقة فيما بينها، ولكن ما ثبت العكس من ذلك ووجب تدخل الحليفة لتلك الأحزاب ألا وهي إيران لتفرض واقعها في كل مرة ويكون لها بصمتها في تلك الانتخابات. نعم، كما هو واضح أن نتائج الجلسة الأولى للبرلمان أسفرت عن اختيار الحلبوسي رئيسا للبرلمان، وهو ما باركه التيار الصدري ورفضه الإطار التنسيقي. ألا يضرب هذا الخلاف مصداقية اختيار الحلبوسي، لا سيما أن التيار التنسيقي يرى نفسه الكتلة الأكبر في البرلمان؟ أخي العزيز، ما الفائدة من العملية الانتخابية التي عادت لنا نفس الأشكال السابقة والنماذج التي زرعها الاحتلال والعملية السياسية القذرة التي جاءت ما بعد الاحتلال؟ فيعلم المواطن العراقي ويتذكر وهو ليس ببعيد عن انتخابات عام 2018 عندما أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أن بلاده تغلبت على أمريكا 3-0، وكان قصده أن الرئاسات الثلاث وهم من المعسكر الإيراني، فكان الحلبوسي ومنصبه من أحد هذه الأهداف الثلاثة. أما بالنسبة لهذا الخلاف والمصداقية، فاختيار الحلبوسي وفوزه ب200 صوت داخل قبة البرلمان تعطيه الأغلبية وإن لم يصوت له 129 من المعارضة المتبقية، وهذا ما يسقط ادعاء التيار التنسيقي نفسه. نعم، هذه الخلافات سيد عبد الكريم بدأت تتبلور في شكل تهديدات بين الميليشيات، ألا ترى أن هناك مؤشرات بعودة العنف من جديد إلى الشارع العراقي؟ أخي العزيز، لم يهدأ الشارع العراقي ولم يكن العنف وجرائم الخطف والتصفية بعيدة عنه لكي تعود مرة أخرى، فهي مستمرة ولكنها سوف تتخذ الآن منحى جديد، وهو منحى الصراع من أجل البقاء والسيطرة على المناصب وتضارب المصالح. فعمليات التصفية الجارية الآن والتهديدات المعلنة وغير المعلنة حتى إلى الآن ما هي إلا مؤشر ينذر بوجود خطر أكبر، خاصة عندما تكون سلطة الميليشيات أقوى من سلطة الدولة نفسها، وعندما تكون تلك الميليشيات مدعومة من قبل إيران التي لا تريد أن تخسر الوريد الاقتصادي المغذي لها ولا الأرضية المتوفرة لها في هذا البلد. نعم، كما تفضلت بأنه الصراعات والخلافات لم تخبو يوما ما، ولكن هناك تصريح واضح كان بأن أمام العراق أيام قاسية كما وصف حزب الله في العراق، يعني هذا نوع من التهديد المتبادل. نعم، هذا التهديد والتهديدات المتبادلة فيما بين الميليشيات ما هو لا يقع فيها ضحية إلا المواطن العراقي البسيط، وهذا ما نخشاه. نعم، طيب، في ظل حديث نواب سابقين في الإطار التنسيقي أن هناك شرخ كبير في ما يسمى بالبيت الشيعي، هل تشهد الأيام القادمة ما هو أبعد من الصراع السياسي في ظل حضور السلاح بيد الطرفين، ولا سيما أن ما يمكن تسميته بالوساطة الإيرانية قد فشلت في محاولة رأب الصدع بين الطرفين؟
قلنا سابقا عندما تكون سلطة الميليشيات أقوى من سلطة الدولة، وانتشار السلاح بشكل عبثي في يد تلك الميليشيات مستغلة الآليات الحكومية المخصصة لها وتحت غطاء الدولة لحد أنها تبرز عضلاتها في استعراضات فارغة في شوارع العاصمة، ويسمح لها بقصف منزل رئيس الوزراء نفسه وتهديد البعثات الدولية المتواجدة في العاصمة بين الحينة والأخرى، ليس بعيد بأن يأخذها طمعها وتكاليفها على الكراسي إلى ما هو أبعد من الصراع السياسي وإلى ما لا يحمد عقباه، وهذا ما لا نتمناه لا قدر الله، لأن من سيكون الضحية قلنا هو المواطن العراقي البسيط، وهذا ما لا نرجوه. حفظ الله العراق والعراقيين إن أجمعين. شاء الله. شكرا لك الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الكريم البياتي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من ستوكهولم.